اختتمت فعاليات أسبوع الطب المبني على الدليل ندواتها العلمية والتي ركزت على الاقتصاديات الصحية في النظام الصحي والاستخدام الأمثل للموارد. المزيد في هذا التقرير. وسط إجراءات صحية اجتمع كبار الأطباء والمختصين في ندوة علمية بحتة ضمن فعاليات أسبوع الطب المبني على الدليل، وخصوصا فيما يتعلق بالاقتصاديات الصحية. هي ورشة علمية وتدريبية تتعلق في الاقتصادية الصحية والطب المبني على الدليل. مع صواب جائحة كورونا ظهرت أمور أنه يجب أن يكون هناك الإجراءات الصحية والعلاجية على مستوى المملكة لجميع الأمراض تكون مبنية على الطب المبني على الدليل، مبنية على الدراسات الطبية المحلية والعالمية. يكون عندنا موضوع الجدوى الاقتصادية، يعني في أدوية ممكن تكون عندنا ثمنها أرخص لكن على المدى البعيد تكون تكلفتها على الدولة أكبر بكثير، فعشان هيك بنحاول في الأردن في المنطقة بشكل عام عن طريق المركز الإقليمي للتحكم بوقاية الأمراض إنه نغير المبدأ المفهوم الموجود عندنا بمبدأ أرخص مطابق يكون للأكثر جدوى صحية حتى نقدر نتحكم بالأمراض ويصير عندنا سيطرة عليها. توصيات عديدة ونقاط ركز المختصون عليها بكل ما يتعلق بالقطاعات الصحية المختلفة. القطاع الصحي قطاع يتطلب كثير من الموارد المالية والموارد البشرية، فدائما أي شيء بيكون مبني على الاقتصاديات الصحية ومبني على الدليل العلمي بيساعد كثير في توفير الصرف الأمثل له. وإحنا في وزارة الصحة يعني متوقع أنه هاي كمان جاي في وقت مناسب جدا، لأنه دائما الاقتصاديات الصحية والصرفيات بتزيد في زمن الأوبئة، فراح يكون في استفادة تامة لكيفية مراقبة الاقتصاديات الصحية وعمليات الصرف في زمن الأوبئة أنه بصير فيها نوع من التضاعف. هنا دور مظلة لهذه الورشة من حيث اتخاذ التوصيات والقرارات التي سيتم طرحها خلال هذه الأيام الثلاثة من هذا العمل المتكامل والذي يتطرق إلى كيفية اتخاذ الإجراءات في العطاءات بشكل عام حتى نصل إلى نوعية جيدة في اتخاذ في شغلنا في عملنا في القطاعات المختلفة. ثلاثة أيام تفاعل فيها الأطباء والخبراء وشخصيات عربية وعالمية هدفها تطوير القطاع الصحي والاستخدام الأمثل للموارد. مجلس القصير المملكة عمان. ومعنا عبر سكايب من عمان المختص في طب الأسرة دكتور أنس المحتسب. دكتور أنس صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. دكتور أنس، ما هو الطب المبني على الدليل، وهل هناك طب غير مبني على الدليل؟ جميل، صباح الخير لك وعلى جميع الحضور الكرام. الطب المبني على الدليل هو كفكرة أن نبحث عن أحدث دراسة طبية، أحدث دليل علمي متوفر لدينا، ونبني بناء عليه قراراتنا على مستوى علاج المرضى أو حتى على مستوى السياسات الصحية. فالفكرة المبنية على الدليل أنه دائما يستشهد بالدراسة الطبية الأدق والأحدث. الطب غير المبني على الدليل هو الذي الذي لا يقوم بتحديث نفسه، الذي لا يهتم كثيرا بالتأكد من دقة الدراسات ومن صوابها ومن مصداقيتها. هذا هو الفرق بين الاثنين. طب دكتور، يعني في هذا المؤتمر ما هي أبرز المواضيع التي تم التطرق إليها؟ الآن هذه الورشة التدريبية الصحيح غايتها هي التحدث عن الاقتصاد، يعني كجزء من الطب القائم على الدليل بتركيز على الاقتصاد الصحي والدراسات الكفاءة الاقتصادية وتطبيقها في شراء الدواء والعطاءات الدوائية. يعني دعني أقدم بمقدمة، نحن في الأردن خلال السنوات التي مضت، خلال أكثر من 10 سنوات في المجلس الصحي العالي يتم استضافة الحسابات الصحية الوطنية التي تعطي مؤشرات على مستويات الإنفاق في عدة جهات. من ضمن هذه المؤشرات الإنفاق الدوائي. هذا الإنفاق الدوائي خلال آخر 10 سنوات انخفض من 2007 حتى 2017، انخفض من 35% إلى 23%. ذلك كان بفضل إجراءات تمت مثل
الشراء الموحد. فمبدأ أساسي، أنا بالمناسبة غير أني مختص في طب الأسرة مختص كذلك في الاقتصاد الصحي، فمبدأ أساسي في الاقتصاد هو أن حتى تشتري وتقلل الكلفة زيد كمية الشراء، وسع دائرة الشراء، بدل ما تشتري وزارة الصحة بشكل منفصل والخدمات الطبية بشكل منفصل والمستشفيات الجامعية بشكل منفصل، وحدها جميعا في شراء واحد، عطاء واحد، سيصبح السعر منخفض. طبعا هذا أحد الإجراءات، جهد المؤسسة العامة للغذاء والدواء، جهد ديوان المحاسبة، الإجراءات اتخذتها وزارة الصحة للضبط والرقابة على الأدوية، الحوسبة، كلها ساهمت في ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الإنفاق على الدواء. فنحن الآن في ورشة العمل هذه نريد أن ننتقل خطوة أخرى زيادة من أجل تطبيقات الحديثة في الاقتصاد الصحي لزيادة كفاءة الاختيار الدواء. طب السؤال اسمح لي دكتور، كيف يمكن للطب المبني على الدليل أن يحسن من الاقتصاديات الصحية؟ أشكرك على هذا السؤال. أضرب لك مثالا، ممكن يكون عندنا مرضى في عندهم سكري أو عندهم ربو، نختار لهم دواء نظن أنه إحنا عندنا العطاءات الأرخص المطابق، نختار لهم دواء نقول والله هذا هو الأرخص، تمام؟ لكن ينعكس هذا على أنه تحدث مضاعفات متكررة، يضطر المريض إلى الذهاب إلى المستشفى عدة مرات. لو جئنا بدواء آخر كلفته أعلى وكفاءته أعلى في نفس الوقت، فممكن نقول والله لأنه كلفته أعلى نمتنع عن أخذه أو نمتنع عن صرفه للمريض، ولأنه كفاءته أعلى راح يبطل يعملنا أعراض، فراح نخفف صرف على الأدوية الأخرى، راح يبطل. غير هيك راح يبطل عندنا زيارات كثيرة للمستشفى، راح يبطل عندنا إدخالات للمستشفى، راح يقلل الكلفة الكلية على المدى البعيد. هذه العملية يقوم بها الدارسون والباحثون في الاقتصاد الصحي، ويصدر فيها أبحاث يسمى أبحاث جدوى اقتصادية Cost Effectiveness Analysis. هذه لو أخذت وطبقت من خلال الجهات المعنية فيصبح عندنا توفير بشكل أفضل بكثير وكفاءة أعلى في الإنفاق. إحنا هكذا نوفر صحة المريض ونحافظ عليها، نمنع المضاعفات زي ما تفضلت، وكذلك نوفر الأموال التي ستنفق في المستقبل على علاجات المضاعفات والزيارات المتكررة للمستشفى. طب هل لدينا جهاز إداري وصحي يقوم بهذا الأمر حاليا؟ الحقيقة نحن عندنا بوادر في هذا الأمر، صحيح. لدينا يعني الحقيقة آخر سنة يمكن أو سنتين زاد الأمر بشكل كبير جدا. عندنا الأساس لهذا الأمر موجود كما قلت لك في الغذاء والدواء وفي الشراء الموحد. الآن تطوير هذا الأمر موجود بشكل أنضج بكثير مثلا في مستشفى الحسين للسرطان. حاليا أنشئت وحدة في الخدمات الطبية الملكية، هنالك توجه في المجلس الصحي العالي لاستضافة أوسع لهذا الموضوع، أو هنالك لجنة وطنية في هذا الموضوع. الآن هنالك عدد ما شاء الله كبير من الأكاديميين والباحثين في هذا المجال، وهذه الحقيقة أحد يعني فوائد هذه الورشة والتي قام بها المركز الإقليمي للتحكم بالأمراض، مشكورا دكتور منير، أنه جمع هذه الطاقات معا علها تكون فرصة لتطوير أكثر في هذا المجال. هو حقيقة سؤالك هذا هو أحد أهداف وتوصيات، لعلها تكون توصيات هذه الورشة التي ترفع إلى المجلس الصحي العالي ومعالي الوزير ليتم للنظر فيها وإقرارها بحسب ما يرون مناسبا، حتى يكون هناك جهاز واحد يقوم بهذا العمل ولا تكون الجهود متفرقة. بشكل أخير دكتور اسمح لي، ما هي التوصيات الأخرى التي صدرت عن هذه الورشة؟ الحقيقة هو نحن في بانتظار جلسات أخرى هذا اليوم لأجل تكون نقاشات مصغرة حتى تخرج بهذه التوصيات. في جزء أساسي ألا يكون الشراء قائم على مبدأ الأرخص المطابق، بل على الأكثر جدوى اقتصادية، لعل هذه التوصية الأهم. ثانيا اهتمام بدراسة Cost Effectiveness Analysis وتقديم هذه الأبحاث وتطوير هذه المجالات.
أتصور يعني ربما من المبكر أني أذكر أشياء أخرى بانتظار أن نسمع من الفريق المشارك. نعم، أنا بدي أشكرك جدا على وجودك معنا اليوم الدكتور أنس المحتسب، المختص في طب الأسرة وكذلك المختص في الاقتصاد الصحي. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك.